اهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم نهاري، غنشارك معكم الفطور اللي صايبت، وغنشارك معكم هاد الكريسات، وغنشارك معكم البلاصه اللي فين مشينا تغدينا وخا باينه. المهم هاد النهار كان زوين، كانت فيه الشتاء، كان واحد النهار اللي زوين بزاف والجو دافي وخا كاين الشتاء. والمهم داز واحد النهار زوين. المهم غنشاركوا معكم بالنسبه للوصفه، هنا غادي نشارك معكم الكريسات اولا القرص اولا القريشلات على حساب كل مدينه واش كيقولوا ليهم. حنا في كازا كنقولوا ليهم القرص اولا القريسات. المهم غنشارك معكم كما كتشوفوا هنا عندي جوج الكيسان ديال الماء دافي، غادي نضيف ليه كاس لاروب ديال السكر، تقدروا تزيدوا او تنقصوا على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. غادي نضيف معلقه جوج معالق ديال الحليب نيدو، وغنضيف معلقه ديال الخميره ديال الخبز وكيس ديال الفانيلا. المهم بالنسبه اللي ما بغيتوش ديروا نيدو في بلاصه الماء، غديروا جوج كيسان ديال الماء عادي. ما بغيتوش ديروا الحليب العادي، غديروا كما درت انا، جوج كيسان ديال الماء مع جوج معالق ديال النيدو. وكما قلت لكم تقدروا تعوضوا نيدو غير بالحليب عادي في بلاصه الماء. من بعد ما ضفت هذوك المقادير اللي قلت لكم، غنضيف على هاد المكونات اللي قلت جوج كيسان ديال الدقيق، كنخلط مزيان مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما غنخلط الخليط مزيان، غادي نخليه واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق او 10 دقائق. من بعد ما غادي نخلي الخليط ديالي واحد 5 دقائق كما قلت لكم، غنعاود نرجع وغادي نكمل باقي المكونات اللي عندي. المهم كنغطي وكنخلي هذا الخليط بحال قلتو كيتفاعل السكر مع الخميره كما شفتو، واحد 5 دقائق او 10 دقائق على حساب اللي بغيتو. من بعد كنرجع الخليط ديالي، غادي نضيف ليه البيض، وغنضيف الزيت، وغادي نضيف الملحه. ها نتوما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للبيض غادي نضيف غير بيضه وحده، وغادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت. تقدروا ما بغيتوش ديروا الزيت كديروا زبده وزيت، انا هنا درت غير كاس لاروب ديال الزيت، والزبده غنديرها واحد المعلقه في الاخير غادي نديرها. وضفت معلقه اولا جوج معالق ديال حبه حلاوه اولا النافع، وغنضيف شويه ديال الملحه تقريبا واحد 4 معلقه، شويه ديال الملحه ماشي بزاف. وغادي نضيف كيس ديال خميره الحلوى، فالخميره الحلوى كنضيفوها حتى لهاد المرحله. صافي من بعد خديت هاد الطراب، هذا الطراب الكهربائي اولا الخلاط الكهربائي. المهم غادي نخلط كل شيء مزيان، الا عندكم العجانه راه غديروا في العجانه، الا بغيتوا ديروا غير بالخلاط اليدوي راه غديروا غير بالخلاط اليدوي، بغيتوا ديروا بالخلاط الكهربائي فمن الاحسن. المهم من بعد ما تخلط لنا دوك المكونات اللي ضفنا، غنبدا نضيف الدقيق، نبدا نضيف الدقيق. الدقيق عينكم ميزانكم، المهم ما خصهاش غير تكون قاصحه بزاف، هاد الكريسات ما كيبغوش العجينه تكون قاصحه بزاف. صافي غادي نكمل الدقيق حتى نجمع العجين وغادي نوريكم. من بعد غادي ناخد العجين من بعد ما جمعتها، زعما شوفوا كيفاش كتكون، راه ما كتكونش قاصحه، كتكون شويه هكا كتلصق في اليد. من بعد غنضيف ليها الزبده، راه ما غاديش تبقى تلصق لي هنا في اليد. انا الزبده هنا من الاحسن جبدوها قبل، انا من الثلاجه درتها هنايا بقيت معاها حتى ذابت. المهم نتوما جبدوا الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ باش تسهل عليكم هذه العمليه هذه. المهم انا نسيتها حتى الساعه بساعه ساعه جبتها. المهم ماشي مشكل، غادي ندلكها مزيان وغادي ندخل هذيك الزبده مزيان مزيان حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي كتكون رطبه. المهم من بعد غادي نعاودو نخليوها تخمر، غادي نعاودو نرجعوها تخمر واحد تقريبا واحد ربع ساعه الا كان الجو سخون، اولا كتشعلوا الفران وطفيوه، ومن كيبقى ديك شويه ديال الصاد كتخشيو العجين باش دغيا تخمر ليكم. انا كنت زربانه بالكريسات ما خليتهمش بزاف، تقريبا ما كاملاش نص ساعه دغيا، ما واحد 25 دقيقه هكا ورجعت ليهم. المهم كما شفتوا من بعد ما دلكتها مزيان كنحصل على هاد العجين كتكون رطبه وكتلصق شويه في اليد. غادي نخليها كيف ما قلت لكم، قد ما خليتوها تقريبا واحد ساعه الا ربع مزيان، انا غادي نخليها غير 25 دقيقه تقريبا وغادي نرجع باش غادي نكمل معاكم. المهم غادي نغطيها ونخليها حتى هكا كتخمر شويه، وغادي نرجع لكم من بعد واحد 25 دقيقه اللي خليتها. من بعد ما خمرات غادي تشوفوا كيفاش كتكون رطبه. شوفوا غير هي كتبغي تدليك الكريسات باش يجيوكم زوينين ورطبين ومهويين تيبغوا تدليك.
المهم دابا غادي نشكل كويرات، نتوما غادي ديروا الحجم قد اللي بغيتو، بغيتو كويرات كبار، بغيتو كريسات صغار، بغيتو مثلا كاين اللي تيبغي كريسات دوك اللي هكا مطرقين يعني مقرصين مزيان، وكاين اللي تيبغي هكا عاديين. المهم نتوما كديروا الشكل اللي بغيتو. ودابا كنرجع للكويره الاولى، كنبدا الاول كويره درت كنبدا هكا نقرصها شويه وكنديرها الثقبه هكا في الوسط. بغيتو ديروهم غير عاديين كديروهم غير عاديين، انا قسمت على النص، النص درتهم عاديين والنص درت فيهم هكا هاد الثقبه في الوسط، كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. المهم غادي نكمل كما شفتو هاد الشكل هذا، غادي نخليه خمر شويه وعاد غندهنهم بالبيض. دابا غندوز نصايب اللي عاديين كما كتشوفوا، غير تنقرصهم صافي وكنحطهم في اللاطه تيكونوا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نكمل الكويرات اللي عندي وكندهن كل شيء بالبيض، البيض مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم ودهنت بهم. كتخليهم يخمروا غير شي جوج دقائق ثلاثه صافي كتدخلهم الفران. في هذه المرحله هذه ما كتخليهمش يخمروا بزاف، غير شويه صافي كندخلوهم يطيبوا. النص درت فيه الزنجلان والنص ما درتش فيه على حساب وليداتي ما تيبغوش ليا الزنجلان. صافي وهنا غادي نوريكم الفطور اللي غندير اليوم. كما كتشوفوا هنا راه باقي زعما الشميشه ما خرجاتش، باقي شويه هكا الجو، باقي داك الضبابه، باقي داك. المهم حيت اصلا هذا النهار كان فيه شويه ديال الشتاء وكان الجو بحال مغمم شويه. صافي كما كتشوفوا ديما هكا السبت والحد كنوض بكري باش نوجد لهم شي فطور اللي زوين، ماشي بحال الايامات العاديه كندير غير اللي كاين، ولكن السبت والحد ضروري كندير لهم شي حاجه اللي كتعجبهم. صافي كما كتشوفوا هنا صافي حطيت لهم الجبن، غادي نحط شويه ديال الزيتون، الزيتون الكحل والزيتون العادي، ومن بعد غادي نحط هاد الزبده هادي كتجي زوينه. هاد الزبده ديال اللوز دايره بحال املو، واخا ماشي بحال املو بطبيعة الحال، املو واعر، ولكن حتى هي زوينه في المذاق، هي شويه مالحه ولكن انا كنزيد ليها هكا شويه العسل ملي كنحطها في الطبسيل، كنزيد لها شويه العسل. انتما راه السيمانه ما كتكملش السيمانه، كيكملوها قبل ما تكمل السيمانه، كتعجبهم بزاف وخصوصا ملي كندير ليها هكا، كنديرها في الطبسيل وكندير فوقها العسل كتجي غزاله وكتجي بنينه. ايوا صافي هادشي اللي كاين، لحقاش هي كتكون هكا شويه مالحه ماشي بحال. وبالنسبه للمسمن فكندير هكا واحد الكميه في الفريكو، وكل مره كنجبدو الصراحه ما درتوش، كان عندي فريكو غير جبدتو سخنتو صافي وحطيتو. بالنسبه للكريسات انا غادي نوريكم كيفاش كيجيو، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو غزالين صراحه. كدير واحد الكميه وكتهناو، شوف كنوريكم هنا زعما راه ما بقاش املو ما بقاش هذيك زبده اللوز. كما كتشوفوا الكريسات كيجيو زوينين صراحه، كدير واحد البواطه كتعمروها وكديرهم في الفريكو، وكل مره كتجبدو كتسخنو وبحال يلاه كيف طيبتوهم. غير هما ملي تبغوا تسخنوهم كتشعلوا الفران حتى كيسخن مزيان، كتخشيوهم صافي وتطفيو الفران، غير كيرجع عليهم داك الصه ديال الفران صافي كيجيو بحال يلاه كيف طيبين، كيجيو غزالين، غير جربوهم. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم وحدين بلديين اللي كيجيو هكا رقاقين مقرصين وكيجيو بلديين زوينين، دابا نشاركهم معكم. صافي انا عمرت اتاي وغادي نحط الفطور ديالنا، تيكون هو هذا ساهل ماهل يعني، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم اليوم انا مهنيه من الغدا، غادي غير نفطر ان شاء الله، غادي نخرج باش نتقدى، عندي التقديه، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو نتغداو. وها نتوما معايا، كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، يلا خليكم. وحنا جينا البنات كما كتشوفوا الشتيوه زوينه، شكون بحالي تيعجبو هكا الجو ديال الشتا صراحه، تيعجبني هكا الجو ديال الشتا، ولكن ماشي هذاك الجو ديال الرعد، كنخاف من الرعد، تيعجبني هكا الجو يكون زوين ما كاينش البرد، كاينه واحد شويه ديال الشتيوه صراحه زوينه بزاف عجباتني. حتى الجاكيطه ما لبستهاش، هذا الشيء اللي كاين حلو. ونتغدى ونكمل معاكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا جينا الهباشي صراحه بزاف البنات، اش نقول لكم، كاين اللي مع كاين اللي ضد، كاين اللي قال لك ما تيعجبوش هذا المحل، وانا كنحترم الراي ديال كل واحد،
الحق انا كنحمق على هاد البلاصه هذه، لحقاش الحوت عندهم بنين بزاف صراحه. جربنا بزاف ديال البلايص فيهم هكا، داك الاكل ديال المشارقه، داك المشاوي، داك التخربيق، ولكن انا ما عجبنيش صراحه. لحقاش داكشي ديال الكفته والمشاوي كنديرو في الدار كيجي زوين، اما هادشي ديال الحوت ما تيصدقش. لحقاش ما عرفتش علاش ما كيصدقش، ولكن هنا كيجي بنين على ديال الدار. هنا كما كتشوفوا هاد الحلويات هادشي ما خديتوش، لحقاش واحد المره قالت لي واحد البنت راه ماشي حلال، صافي خدينا غير الحوت وخدينا الديسير صافي، والوليدات خداو الكلاص صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للماكله. انا اش كندير؟ شوف هنا راه دايره ريجيم. بالحق البنات والله ما فطرتش باش نتغدى مزيان. كيف ما قلت لكم حنا ملي كنمشي ناكل كنحط كل شيء في مره، ماشي كنبقى غاده جايه بطبسيلي، غاده جايه غاده جايه، كنعرف القياس اللي غادي ناكلو كنحط ليا ووليداتي صافي، كنبركو مره واحده، كنبقاوش غاديين جايين غاديين جايين، كنحمش هذيك السيرواجي راه المعده كتمرض صافي. كما قلت لكم عندهم الحوت زوين، انا صراحه كيعجبني ناكل عندهم الحوت، وعمرو ما ضرني، ديما كنمشي وكندير هكا جوج مرات في الشهر فهمتوا، مره في 15 يوم كنمشيو ناكلو الحوت تما. ما عمرو الصراحه ما ضرني لا انا لا ولادي لا والو، ولا الدجاج كيمشي ولكن الدجاج ماشي حلال صراحه. حنا كناخذو غير الحوت صافي، حتى ولادي كيعجبهم الحوت صافي. كما قلت لكم كاين مع كاين ضد، انا كنحترم الراي ديال كل واحد. بالحق انا كيعجبني كنمشي ليه صراحه، مادام عمرو ما ضرني وبنين وداكشي، كيبانوا ليا نقيين مسيح الغسيل يعني ما فهمتش. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. كما شفتوا درت لكم داكشي خفيف ظريف، غير لقطات وصافي، ونبقى لي نقول لكم بسلامه عليكم.